مساء الخير سجلات، هذا المساء مواكبة للأحداث العربية أو الأيام الصعبة التي يعيشها العالم العربي، نقاش مع الأستاذ عرفان نظام الدين الصحفي والكاتب السياسي. أهلا بك أستاذ عرفان. طبعا كتبت أنت حول هذه المسألة وحول ما يطرأ في العالم العربي، كان هناك شعور أنه ما جرى في مصر وفي تونس سينسحب بهذه السهولة بين مزدوجين على بقية الدول العربية، لكن يبدو أنه الوضع أصبح دراماتيكي على الأقل في المستوى الليبي، وقد شهدنا أيضا في سوريا مؤخرا ونشهد حاليا ما يجري وما سيجري في اليمن. أولا، هل برأيك هذه الاضطرابات هي ظاهرة صحية في هذا العالم العربي؟ هل هذا العالم العربي يحتاج إلى اضطرابات من هذا النوع، أم أنك بدأت تقلق من مستقبل هذه الاضطرابات؟ يعني الشيئين مع بعضهم. يعني أولا، بالنسبة لهذه الظاهرة أو نسميها زلزال تبع التسونامي، الثورات الشعب، يعني صحبة الشعوب، هيدي الحقيقة قضية تفاعلات وتراكمات 40 سنة من الكبت، من الحرمان، من الفقر، من قضية فلسطين، من قضايا التانية، من قضية التفرد بالحكم الدكتاتورية. وصلت إلى مرحلة أن الشعوب يعني كانت مكبوتة وطلعت من قمقمها، مارد اسمه شعب. وكما نعرف أنه صار اليوم وسائل الاتصال والإنترنت وغيره، صارت ما عاد فيه الصعوبة بالتواصل بين الشعوب وبين الفئات الشبابية اللي هي إجمالا هي اللي بتستعمل الإنترنت، وبيتبعها أيضا أهاليها وبيتبعها الناس التانيين، لأنه بيشوفوا زهرة الشباب قائمة. أما بالنسبة لعملية امتدادها، وبخبرتك أستاذ عرفان نظام الدين، حضرتك يعني تسافر وتجول في هذا العالم العربي، كلنا كنا نستمع إلى شكاوى في البيوت وخارج البيوت، لكن كنت تتوقع أن ينفجر الشارع بهذا الشكل؟ بصراحة لا أعتقد أن أي إنسان حتى الحكام كانوا يتوقعوا بهذا الشكل. كنا نتوقع انفجار في هذا البلد أو ذاك، كنا نتوقع. يعني أنا لما كنت روح لمصر كنت أقول الله يستر بيصير الدم للركب، لأنه الوضع الاجتماعي الوضع الاقتصادي كان صعب. بس اللي صار أنه، وأيضا في تونس أيضا في دول العربية كلها، لكن اللي صار انه لم تقم الثورة من اجل بس لقمة العيش، قامت من اجل الحرية. وهذا الشيء الجديد يلي، وما كنت متوقع بهذا التنظيم. ورغم انه عندي تحفظات، انا خلال سياق الحديث ساتحدث عن تحفظات وكتبت مقال ماذا بعد، طيب ثورة وماذا بعد. اما بالنسبة لسؤالك حول الدول العربية وامتدادها، نحن بنعرف انه كل دولة عربية لها خصوصية خاصة ولها معالجة خاصة ولها القدرة على يعني المسارعة الى حل او تنفيس الاحتقان ومواجهة وفقا لطبيعة كل يعني مجتمع. انا برأيي التونسي الرئيس بن علي تأخر كتير لعمل شيء، والنظام يعني كان مش متوقع وكان كأنه في غيبوبة. برضو الرئيس حسني مبارك لو كان أعلن تنحيه أو أعلن أنه ليس مرشحا ولا ابنه ولا في توريد من أول يوم، بعتقد كان كتير احتوى من الأزمة. لكن هذا العناد والمواصلة العملية المماطلة أدت إلى الوصول إلى ما وصلنا إليه. بس في بعض الدول الأخرى وضع مختلف، وضع اليمن مختلف جدا، وضع البحرين مختلف، وضع سوريا مختلف، وضع السعودية والدول الخليج أيضا مختلف. فبكل دولة فيها وضع. لبنان مثلا، وضع لبنان ثورة دائمة، فيعني وبعدين مين بده يقوم ضد مين، والنظام يعني النظام عبارة عن تقاسم حصص بين النظام حتى موضوع. لكن اختلاف يعني وضع كل، أنا سؤالي هل تقلق مما يجري؟ هل تعتبر أنه ما يجري أسوأ مما هو حاضر حاليا؟ أخشى أنه يكون كذلك، وهذا اللي كتبته أنه ماذا بعد. يعني أولا يعني مع احترامي للذين يقولون ما في مؤامرة أو غير شيء، لكن هذا نظرية تفتيت العالم العربي هذه من 75 موجودة، من 73 بعد حرب أكتوبر، وكيسنجر بدأها بقال أنه لازم نفتت قضية الشرق الأوسط، نقسمها ما تكون قضية كاملة. أزمة، لكن لديك هذه طبعا، لأنه اليوم الوضع يعني شهدنا طبعا التقسيم الحاصل حاليا في السودان، وهو
يعني نتاج اتفاق أهلي داخل اتفاق بين السودانيين نفسهم. وإذا كان هناك أزمة كان بين الشمال والجنوب يتحمل أهل الجنوب ويتحمل أهل الشمال، لا تتحمل الولايات المتحدة. سيدي أكيد الأنظمة مسؤولة عن ما جرى، الأنظمة مسؤولة عن تدهور، الأنظمة مسؤولة عن خراب بيوت العالم. لكن بالأساس ممكن أن يكون العالم الغربي مستفيد، لكن هل شوف بالعراق يعني شو صار؟ دخلوا العراق ومقسم عمليا بالواقع مقسم العراق إذا رضينا ولا ما رضينا، والناحية الطائفية والمذهبية والعرقية. بالنسبة للسودان أنت عم تحكي عن 30-40 سنة من الحروب والضغوط 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 لتقسيم السودان، لأنه في بالجنوب بترول وفي معادن وفي ثروات مائية وفي ثروات ويعني لم تكن. حضرتك تخشى من تقسيم ماذا؟ ليبيا مثلا؟ أعتقد أنه ليبيا واليمن أكثر شيء مرشحتان للتقسيم. وليبيا اليوم إذا القذافي قدر يثبت ويصمد، وإذا نلاحظ في يعني شكوى مبارح كان يونس كان عم يشتكي من الناتو إنه كان قاعدوا على رأسه إنه ما عم يعملوا شيء، وإنه عم يتركوا قذافي بحدود معينة وعم يعملوا خط تماس وإنتوا لقلكم هذا القسم. وبالآخر يوما ما يوصلوا إلى عملية تقسيم مناطق النفوذ. ولاحظنا يعني حتى ليش عم قلك إنه في فلي مصلحة غربية تقسيم في ليبيا مثلا؟ يعني مثلا إذا ملاحظ يعني أنت الأمن بالنسبة للغرب هو يريد النفط والأمن. النفط مؤمن بليبيا موحدة والأمن مؤمن أكثر بليبيا موحدة، نتحدث عن القاعدة. يعني حسب ما قراءاتي اللي سبقت الأحداث كان في بمجموعة الثمانية قدم تقرير إنه لابد إنه الأنظمة شاخت ويجب إنه نبحث عن مجموعة شباب من المتنورين يكونوا يعني بوسائل اتصال الحديث بالإنترنت وكذا يدعو إلى ثورة ونرعاهم، وهذه بيعملوا خط دفاع أول في وجه القاعدة وجه التطرف الديني وتطرف من بكل أشكاله. لكن إذا نلاحظ لحنا أنه كيف صار في هذا الخلاف بين أمريكا وفرنسا على موضوع قيادة الناتو وقيادة بعدين موضوع الناحية العسكرية ناحية تسليح الثوار، إيطاليا من طرف فرنسا من طرف ألمانيا موعدة نفسها لأنه شاعر روسيا زعلانة لأنه مناطق نفوذها. بس قد يكون هذا التنافر هو مؤشر على تنافس بين دول الحلفاء بين الغربيين على الكعكة الليبية. طيب ليس على تقسيم أكيد. ليبيا لكن على تقسيم ثروات ليبيا الموحدة أكيد هو هذا الهدف الرئيسي. يعني أكيد ما عم يعملوا كل اللي عم يعملوا لسواد عيون الليبيين ولا سواد عيون العرب أكيد. يعني هذا أنه التدخل بعدين ليش عم راقدين على حقوق الإنسان والظلم والاضطهاد والديكتاتورية وناسين القضية الأساسية اللي هي قضية فلسطين يلي في اضطهاد وانتهاك لحقوق الإنسان من 62 سنة ما بيحكوا كلمة واحدة مع إسرائيل. حتى جولدستون يلي عمل تقرير ورجع تراجع. طيب أريد أن أسألك حول هذا الموضوع. هناك يعني أسئلة كثيرة حول عملية التدخل الغربي. هناك من يعتبر أن هذه الأنظمة هي أنظمة ديكتاتورية وبالتالي هي تخوض حروب دموية ضد شعوبها. وكان هناك يعني مناشدة ليبي على الأقل من المعارضين الليبيين مناشدة لهذا العالم أن ينقذنا وأن يحمي المدنيين، وكان بعدين أصبحت هذه المناشدة عربية تمثلت في الجامعة العربية وبقرار مجلس الأمن. هل حضرتك ما زلت متحفظ ورافض لهذا التدخل الأجنبي، أم أصبح هناك صورة متطورة أن هذا الغرب وهذا العالم العربي هم جزء من هذا العالم وعليهم أن يتعاونوا من أجل صد هذه الجرائم؟ كما ذكرت لك يعني لو كان النية حسنة ونيات حسنة وكانوا بيحكوا بفلسطين مثل ما بيحكوا بليبيا بيحكوا بمصر لو النيات حسنة. ثانيا مصالحهم فوق كل اعتبار. ثالثا في انعدام ثقة بهذه القوى الأجنبية لأنه عبر التاريخ إذا درسناه بنشوف دائما كانت تتناتش يعني الحصص من يالطا مؤتمر يالطا إلى اليوم في سايكس بيكو إلى تقسيم مناطق النفوذ. كل هذه الأمور يعني اليوم ما عم يعملوا كل الأعمال لمصلحة الشعوب العربية اللي شفقانين عليها. لكن في أنا لا أنتقد أو أعارض أنه تدخل في مصلحة الشعب مثلا ياخذوا يعني مثل ما عم يجري مثلا بساحل العاج انه في رئيس منتخب وفي رئيس ما بده يترك الحكم. طيب اخذوا موقف بس انه بالنهايه موضوع الدول العربيه مختلف لانه ما عم يحسموا. وملاحظ بليبيا انه في ميوعه في العمليات، يا بتحسم يا ما بتحسم، يا بدك النظام يا بدك النظام، بيقول لك احنا مش شغلتنا نروح النظام. نفس الوقت
هل عدم الحسم أيضا عائد إلى عدم ثقة الناتو والدول الغربية بهؤلاء الثوار الجدد؟ البعض يتهمهم بأنهم قاعدة وإسلاميين، أنا حتى لا عملية أعتقد، تسليحهم تطرح أسئلة من نسلح؟ لا أعتقد أنه هن القاعدة، في من القاعدة أكيد بيناتهم المتسللين، لأنه وأعتقد أن القاعدة ستكون مستفيد الأكبر من الأحداث في اليمن وفي ليبيا، حيكون لأنه في جبهة المقاتلة الليبية، هيدي بعتقد أنه هدول أكثرهم من القاعدة، وفي مساجين طلعوا من أكيد حيحاولوا انه ياخذوا مناطق نفوذ، وليبيا فيها صحراء وفيها جبال وفيها اللي ممكن ينطلقوا من هناك، وفيكون في لهم خط تواصل مع القاعده في بلاد المغرب العربي، ممكن يصير في وممكن يهربوا اسلحه المصادره، وفي ذخائر وفي اشياء ممكن يصير في يعني تعاون بينهم لدرجه انه ممكن تاثر، وبالتالي هذه مخاوف دوليه. هذه المخاوف دوليه، بس مين افتعل هذه الازمه بالاساس؟ لو كانوا أرادوا إسقاط النظام، من افتعل؟ هناك من يعتبر أنه حتى لو لم يتدخل هذا الغرب لكانت حصلت مذبحة في بنغازي، ولكان القذافي استعاد كل شيء. يعني هناك أيضا يجب الاعتراف لهذا الغرب بأنه على الأقل أعاد التوازن يا سيدي. كتر خيرهم، بس دي أسألك سؤال، من الذي دعم القذافي من يوم بدايته إلى اليوم؟ من اللي صالح القذافي وقبض منه الملايين والمليارات؟ مين اللي عمل عقود نفطية وغير نفطية وأخذ منه؟ مين اللي سامحه على موضوع لوكربي وموضوع عملية فليتشر وعملية طب كان في بدائل أستاذ عرفان نظام الدين؟ يعني كان في حال الغرب هاجم القذافي وأطاح بالقذافي، كنا سنقول أنها تدخل غربي كما حصل في العراق وكما حصل في مناطق وكما حصل في أفغانستان أيضا على الأقل. طبعا أريد أن أسألك حول ما يجري حاليا من تسريبات عن إمكانية على الأقل يعني القذافي يرسل بمبعوثين إلى أنقرة وإلى أثينا، ويبدأ الحديث عند الغرب بأن هناك محادثات لخروج القذافي، هناك حديث آخر عن إمكانية قبول العالم بأن يتولى واحد من أبناء القذافي. يعني هل كل ذلك هو فقط للاستهلاك المحلي الإعلامي، أم برأيك هي مخارج بإمكانها أن تكون؟ يعني أنا بعتقد فقد شرعيته النظام، نظام القذافي وأولاده وغير أولاده حتى، وفقد شرعيته، فقد أسنانه، فقد قوته، ما عاد في له. لكن أنا بس بيرجع على موضوع كلمة واحدة، إنه يعني هذه الدول العظمى كلها لم تكن قادرة على القضاء على نظام القذافي بأساليب غير الحروب وغير المذابح. بالنسبة للعراق ما كان فيهم يقضوا على صدام بخمس دقائق بأسلوب آخر، ليش لا يدخلوا على العراق ويحتلوه 10 سنين ويستنزفوا؟ يعني احنا لدينا هذه الفكره، بس يبدو ان الامر ليس سهلا، ليس سهلا يعني قضاء على انظمه من هذا النوع بهذا الشكل. يعني والله ثبت انه سهل، هذه انظمه كرتونيه لا يعني لا تلبث ان تتهاوى، بخمس دقائق بتهاوى. النظام العراقي سقط بخمس دقائق ولم يعد له اي كيان، ونفس الشيء بليبيا في هذه الفوضى القائمه، ونفس الشيء بتونس، خمس دقائق ما عاد في نظام، ما عاد في شيء في الدولة. طيب في هذا الحاصل حاليا في المنطقة العربية، أولا حاصل في مصر وحاصل في تونس، هل برأيك نحن تجاوزنا هذا الموضوع؟ سنتكلم عن ما يجري في اليمن بعد قليل، لكن تجاوزنا موضوع الثورة وأنه المؤسسات الديمقراطية بدأت في التأسس، وأنه هناك انتخابات قادمة في تونس، انتخابات قادمة في مصر. وأسألك أساسا أيضا عن الموضوع المصري، هل فعلا نحن انتقلنا من السلطة القديمة إلى سلطة جديدة، أم هو شكل من أشكال الانتقال فقط؟ إحنا انتقلنا من نظام معين له كل الموبقات التي قامت، لكن بالمقابل كان عنده إنجازات بالنسبة للاستقرار، بالنسبة للاستثمار، بالنسبة لبناء الاقتصاد، بالنسبة لكثير من الأمور. يجب أن يعترف حتى في تونس، وفي تونس طبعا. حتى في تونس لكن انتقلنا اليوم إلى نظام مجهول، فوضى. اليوم ما جرى في ملعب الزمالك أو ما جرى في خطف وطلب فدية أو في تشليح العالم بالشوارع، وما في أمن ولا في أمان في مصر ولا في تونس. وبعدين مظاهرات مطالب، وبعدين صار في كيديات أنه أنا ما عاجبني شكلك بروح بتظاهر بقول ما بدي إياك. فما عاد في هيبة دولة، حتى الجيش بكل أسف بدأ يفقد هيبته بمصر وبتونس. طبعا الجيش كان ضعيف، القوى الامن هي اللي ترى معي انه المشكله عندنا هي هيبه الدوله في المنطقه في العرب. يعني شو هيبه؟ نحن بصراحه بدون هيبه الدوله لا تقوم قائمه، لانه في عندنا ألف مشكله ومشكله. في
في مشكلة اليوم إذا بتلاحظ بمصر، يعني الناس ضاجة جدا من وضع الأمني. وبعدين تاني يعني الوضع التالي ما بعد الثورة في الدولة، يعني عقلية الثورة غير عقلية الدولة. بكرة ما بتجي الدولة ما بتقدر كل واحد يقول لك والله لا ليش الوزير الفلاني ما بدي اياه، والرئيس الوزارة ما بدي اياه. بعدين في عملية العزل مثل العراق، عزلوا البعث. طيب ما في مليون واحد، طيب هدول بده يوقفوا ضدك، بده يعزلوا حزب الوطني. ايضا بده يصير في عزل لناس كثير، يعني مش ضروري كل واحد كان ماشي او موظف او شيء، ما بيصير بالكيديات كمان. ثانيا يعني لما بدهم يستلموا الحكم بكره يتقاسموا قطعه الكيك، هي يقعوا ببعضهم. والاخوان طبعا عم يستغلوا. كانك غير يعني غير متفائل في المستقبل. لا انا بدي اعطيك مثل صغير، حتى الاخوان المسلمين انقسموا في مصر. تخيل هذا الواقع، انقسموا بين الشباب الاخوان لوحدهم، بين القيادات في استقالات وفي مشاكل. الجماعه الاسلاميه يلي هي اكثر تطرفا على يمين الاخوان المسلمين انقسمت على نفسها. واكثر بكره لما بيصير في حكم وبيصير في وزاره وبيصير في سلطه حيكون في انقسامات. هل ادى حضرتك يعني كمراقب لم تتعود على المنطقه العربيه ان تحلل ظواهر من هذا النوع؟ كنا نعرف انه يرحل عبد الناصر فياتي السادات، يرحل السادات فياتي مبارك، هناك راس للسلطه، يرحل بورقيبه فياتي بن علي. هذه المره حتى المراقب السياسي لا يستطيع ان يمسك بكل ذلك، لانه ليس هناك زعيم قائد، لانه ما في قياده للثوار. ثوار مجموعه شباب طيبين، وفي ناس استغلوا الموضوع وركبوا الموجه، وان كان يعني عن هدف خارجي او هدف داخلي. يعني لما كلينتون بتروح على ميدان التحرير وبتدفع العلم المصري صارت هي ثوريه وتحب الثوار، يعني خذ شوف التناقضات. بعدين هذه الوقاحه، هذا المثل اللي تتكلم عنه كلينتون والى اخره، لست معي بانه هذه الثورات هي تحاكي الحاضر الراهن؟ يعني ليست ثورات حالمة بمعنى نريد التغيير ونريد ان نرمي اسرائيل في البحر ونريد، لا هي ثورات العربية هي جزء من هذا العالم، وهي عندما يثور الناس في مصر على النظام المصري لا يقطع مع الولايات المتحدة او مع الغرب، لا او لا ولا ولا يسقط اتفاقية. شعاراتها ليست عقلانية جدا، ليست خارجية وليست ضد قومية يعني تتعلق بقضية فلسطين او قضايا اخرى، لكن فيها ملامح ثورية. يعني طبعا مواقفهم، لكن هي قضايا تتعلق بالحرية حقوق الإنسان وبالفساد. هذه المشكلة، وهذه المثلث يلي نحن، وهذه كلمات السر في كل الدول العربية. صحيح، لأنه 40 سنة أو 50 سنة الإنسان ما عاد صار مضطهد منتهك حقوقه. حرية حلوة، حقوق الإنسان. بعدين في موضوع الاقتصاد، أولا الأنظمة أفقرت الشعوب، ثانيا وموضوع الفساد، ثانيا اليوم لما صار هذه الثورات ما عم يفكروا هالشباب او حتى اللي قائمين بالامر انه البلاد على طريق الخراب. يعني تونس ومصر تعتمد على شيئين، الاستثمار والسياحه، وانضربوا. واذا بقيوا مضروبين خلال سنه او سنتين هذا حتبحث حتلاقي العاطلين عن العمل زادوا 50 و60%. أليست هذه أيضا ضريبة التغيير؟ علينا أن ندفع هذا التغيير. هلا إذا نحن متفائلين بنقول إن شاء الله خلال سنتين ثلاثة بنرجع بنوقف رجلين ونبني، لكن إذا ما كان في تضحيات وما كان في يعني استئثار بحكم أو إنه صراعات داخلية وتدخلات دولية، خاصة إنه تدخلات الدولية بكل أسف وصلت إلى مدى وقح جدا. يعني اليوم يقف رئيس أمريكا أو حتى رئيس وزراء بريطانيا أو حتى ساركوزي أو حتى بيقول لك هذا يجب يروح، هذا لازم يبقى، هذا لازم يطيح فيه، هذا لا حسن سلوكك، هذا اضبط نفسك، هذا لازم يتنحى هلأ يرحل فورا، هذا لازم أنه يضبط الأمور الإصلاحات بس يعني هذا هن عم يوجهوا العملية. طيب بأي حق عم يتدخلوا؟ واليوم الدول العربية بكل أسف، اولا الجامعه العربيه مع احترامي للجامعه العربيه اللي هي فاشله، دخلت في عمليه يعني الدخول في عمليه ضرب دوله عربيه عضو بجامعه مؤسسه رئيس القمه. صحيح، بس ليس السابق يعني في الحل العراقيه ايام دخول العراق الى اسوأ واسوأ. الكويت ايضا الجامعه العربيه والقمه العربيه، لا الكويت كان دوله عربيه احتلت دوله عربيه، هذا مختلف. اما انت عم تجي تدخل حالك في عمليه الحلف الاطلسي وعمليه ضرب دول، بغض النظر عن ايضا القذافي يعني كان عن يعني
سمح للعرب أن يكون لديهم بدائل أخرى عندما بدأت الطائرة؟ لا، أنا أقول بغض النظر عن جرائم القذافي ونظامه، بغض النظر، بس هيدي يعني سابقة خطيرة. رئيس القمة، رئيس القمة اليوم أنت بتوقف كجامعة طائرات عربية، كجامعة عربية أنت بتقول أنه أنا بأيد الحلف الأطلسي يعمل حظر جوي وبيضرب، بعدين بيطلع أمين عام بيقول لا أنا ما أعلن الضرب بس عملية الحظر الجوي. طيب يعني هذا الوضع العربي، النظام العربي اليوم، وهذا ياريت نحكي عليه أكثر، أنه ما بحب أحكي بالقضايا اليومية السريعة اللي هي كل يوم عم يحللوها، مثلا أنه ماذا أحدثت هذه الثورات من متغيرات في كل شيء في العالم العربي، في الشرق الأوسط وفي العالم. يعني أول شيء النظام العربي، النظام العربي انتهى، إذا كان في نظام عربي انتهى النظام العربي اللي كان تضامن وشوية مسايرات وشوية، انتهى. اليوم في شيء جديد، أولا نصف النظام متغير ولا قرار له الآن، لأنه في انتخابات وانتخابات رئاسية، يعني حتى لو راحوا على القمة بكرة بالعراق بمايو حيروحوا ما بياخدوا قرار، لأنه هدول لسه مش هن المنتخبين، هيكون في انتخابات نيابية ورئاسية. ثانيا القيادات كلها اهتزت، إلى أي مدى فيها تأخذ قرار حاسم؟ إن شاء الله يبنى نظام جديد قائم، لكن على يعني كما لاحظنا أن النظام الخليجي السياسي لمجلس التعاون الخليجي ما زال يعمل، هناك تضامن داخلي، هناك تدخل خليجي لحل أزمة البحرين ماليا، بحرين وعمان ماليا أولا بعشرة مليار لكل بلد، وبعد ذلك عبر تدخل درع الجزيرة العربية، وبعدين موقف خليجي موحد ضد إيران، وبالتالي هذا النظام السياسي برأيك سر نجاحه حتى الآن أو سر تآلفه عائد إلى ماذا؟ أولا مجلس التعاون الخليجي رغم أنه ما حقق إنجازات كبيرة، لكن كان هو المنظمة العربية الوحيدة اللي بتشتغل وبتجتمع مرتين بالسنة وبتاخذ قرارات، موضوع الهوية، موضوع الدخول، موضوع التجارة، موضوع يعني حتى المواضيع الصغيرة. لكن لما صارت الأزمة الكبيرة، لما حددوا 20 مليار دولار للعمان، وهذه كانت خطوة لم تحدث في التاريخ العربي إلا بال 67، وكان في بعد حرب ال 67 اللي صار في مساهمة دولية بدعم دول بهذا الشكل، يعني قرار فوري ب 20 مليار. ثانيا في عملية التدخل، لا سمح الله لو سقطت أي دولة عربية من دول الخليج ستتساقط دول أخرى، لأنه مرتبطة ببعضها من ناحية الشعبية، من ناحية الجماهيرية، من ناحية السياسية، من ناحية تركيبة النظام، من ناحية أيضا في الناحية المذهبية. يعني في حتى تأثر دول الخليج الثانية. ثانيا يعني شعروا دول الخليج أنه هناك بالفعل في خيوط تدخلات أجنبية إيرانية في الموضوع البحريني بالذات، وهذا يعني خط أحمر بالنسبة لدول الخليج. ولما اجت الكويت وكشفت عن الشبكة الأخيرة أيضا يعني زادت من شكوك الإيرانيين. وأنا كنت بتمنى على إيران يعني بدل ما تهدد وتعطي يعني الدروس في عملية تأييد، كان أولا تستجيب لطلب شعبها يلي هو نفس الشيء كان عم يقوم بمظاهرات ضد الظلم والنظام، ونفس الوقت كان يعني لو كان تفتح باب الحوار مع دول الخليج وتمد إيدها، لأنه عايشين بمنطقة واحدة وما يصيب أي دولة منه حيصيبهم الكل. يعني بكل أسف إيران تتعامل مع مثل أيام الشاه شرطي الخليج، أنه أنا بالعصاية، حتى لو غلطت معه أنت تعاملك بقسوة، يعني مش من نوع أنه يعني تقبل الحوار وأنه تعالوا نشوف شو المشكلة، خلينا نعمل اجتماع ونعمل حوار نشوف المشكلة شو هي من أساسها ونحاول. وبعدين بالإضافة لعملية التدخل، تدخل يعني إذا بتلاحظ بالإعلام بموضوع التدريب بموضوع كذا، في تدخل سافر، يعني آخذ موقف ضد بغض النظر عن. هل لفتك الموقف الخليجي قوته توقيته؟ لا ما لفتني الحقيقة، لأنه في سابقة موضوع العراق الحقيقة يعني القرار الله يرحمه الملك فهد كان قرار حاسم جدا، ولو لم يتخذه كان كل الخليج ويمكن دول العربية كلها تأثرت. يعني أي قرار تحدث؟ في عملية تحرير الكويت. هذا قرار كان تاريخي يعني بالنسبة للملك فهد، ما في شك أنه أنقذ السعودية وأنقذ دول الخليج من وأنقذ العراق كان وقتها من مأساة كبيرة، لأنه يعني مثل ما بنعرف رفض أي تدخل في شؤون العراق ورفض دخول قوات إلى العراق. لما أفهم العلاقة مع المسألة الإيرانية حاليا،
طبعا هذا موضوع إيران موضوع من أيام الشاه، مش من أيام الإمام الخميني ولا من أيام هلأ. موضوع العراق أولا كان إيران كان بدها تعمل شرط الخليج وسيطرت وقوية وجيش قوي، وأنه لا تقبل بالدور المحلي فقط، أنه أنا إيران بدها دور إقليمي. وهذا ما جرى إذا متلاحظ آخر 10 سنين بكل أسف فقد الدول العربية دورهم، صار الدور الإقليمي لإيران تركيا وإسرائيل وأمريكا. الدول العربية هي صاحبة المنطقة بالتاريخ والجغرافيا والحق، أصبحت خارج القرار، صارت خارج ما عاد إلى قرار. لذلك أنا بقول أنه رب ضارة نافعة، موضوع البحرين ثم موضوع الكويت غيرت هذه المعادلة. مثل ما عم قلك أنه حبيت أنا أحكي لي ما تداعيات الثورات. طيب هناخد أكثر تفاصيل عن التداعيات بعد الفاصل، نتحدث أكثر عن ما يجري في اليمن مثلا وما يجري حاليا في سوريا بعد الفاصل. ابقوا معنا. العالم العربي الأيام الصعبة، نقاش هذا المساء في سجلات مع الكاتب الصحفي الأستاذ عرفان نظام الدين حول المسألة الخليجية. أيضا أولا كان هناك طبعا يعني في مسألة الخليج وفي مسألة اليمن أيضا كان دائما هناك هذه اليافطة الكبرى التدخل الإيراني، وأنه الإيران تدعم على الطريقة على, 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 على قاعدة المذهبية في هذا الشأن. بعد ذلك انفجر الوضع أكثر في اليمن ولم يعد أحد يجرؤ أن يتكلم عن تدخل إيراني أو أن إيران هي المسؤولة عن هذا الموضوع. هل أيضا يعني تعترف أو أن هناك إشكال داخلي في منطقة الخليج العربي في التعاون ما بين المذاهب أو ما بين فئات المجتمع المختلف سواء في الكويت أو في المملكة العربية السعودية أو في البحرين، يتكلم عن علاقة السنة والشيعة أيضا، وهل تعتقد أنه إيران تدخل من خلال هذا الخلل وأنه هذا الخلل خليجي وليس إيراني؟ لا، هو هذا الخلل هو عامل من عوامل القنابل الموقوتة الموجودة في المجتمعات العربية. موضوع العرقي الطائفي المذهبي موجود بلبنان، موجود بكل محل، بالبحرين موجود، في المغرب العربي مثلا بربر وعرب، موضوع الكراد موضوع موجود في قنابل موجودة لكن أنا بقول يعني هذا أولا استغلالها يضر بمصالحنا ومصالح الإيرانيين، وعملية يعني وقت الفتنة واجب كل إنسان من أي جهة انتمى. لكن أنا بدي أقول موضوع التداعيات بس كلمة على موضوع إيران. موضوع إيران الحقيقة اللي صار فيه بالبحرين وبعدين بالكويت لاحظنا أنه ضربت تحالفات إلى حد ما استراتيجية. يعني سوريا وإيران مثلا كان في تحالف استراتيجي، لكن سوريا أخذت موقف مؤيد لدخول مجلس التعاون الخليجي إلى دخول قوات الردع الخليج، وأخذت موقف مع البحرين ومع الكويت فتغيرت. تركيا اللي كانت تقيم نوع من العلاقات الجيدة جدا مع إيران ونوع من التنسيق نجد أنها اختلفت معها ووقفت مع البحرين، وأعلنت بالأمس أنه هي تؤيد 100% البحرين في موقفها. كثير من الأمور تغيرت في عملية نظرة في موضوع ليبيا، حتى في موضوع خلافات، حتى بموضوع النظام الدولي نجد أنه ضربت كثير من التحالفات الدولية. بعدين الروس يشعرون بنوع من الأسى والألم لأنه اللي انضربوا أكثر شيء خلال أصدقاء 10 سنوات هن اللي كانوا أكثر من أصدقاء عملاءهم اللي كانوا يأخذوا منهم الأسلحة وقوة الأسلحة لعراق وليبيا والدول اللي هي كانت حسب يالطا كانت تابعة للنفوذ الروسي أو السوفيتي سابقا. الصين أيضا ممتعضة من الموضوع، فعملت خربطة في كل هذه التحالفات وإلى أين تسير الأمور. إن شاء الله ما تروح إلى مواجهات أكبر من هيك، لأنه المصالح يعني عندما تبدأ عملية الجلوس على المائدة وعملية المحاصصة والمصالح وضرب المصالح هيكون في عنف أكثر في المنطقة. طيب في منطقة الخليج يبدو أنه الموقف الحازم كان سعودي في موضوع تدخل درع الجزيرة، في موضوع أيضا اجتماع مجلس التعاون الخليج، موضوع الموقف ضد إيران. هل هناك آليات إيرانية سعودية جديدة تدخلت وجعلت الأمر عاجل إلى هذا الشكل؟ وهل السعودية بشكل عام تخشى من هذه الاضطرابات البعيدة الحاصلة في مصر أو الحاصلة في تونس أو في اليمن والقريبة جدا الحاصلة في البحرين؟ يعني السعودية هي الشقيق الأكبر لدول الخليج، وهي الأقوى من ناحية الثروة ومن ناحية القوة ومن ناحية الناحية البشرية.
وايضا هناك اتفاق درع الجزيره اللي هو تدخل دول الخليج في حال اي دوله تتعرض لتهديد، وايضا انه السعوديه هي يعني البحرين هي الامن القومي، مجال الامن القومي للسعوديه. في جسر بيناتهم، وفي بيناتهم كثير من المصالح وكثير من الامور. يعني لن لا تقبل السعوديه حتى من ايام الملك فيصل الله يرحمه لما الشاه حاول انه يعني يضم البحرين وقف في وجهه ورفض، وهو بيعتقد هذا الاتفاق اللي صار بعمليه يعني بعد عن البحرين، وايضا بعد ذلك ايران طالبت بالبحرين، وثم صار في موقف حاسم من السعوديه من دول الخليج، والدول العربيه كلها استطاعت البحرين ان تنجو من الضم. لكن بالنسبه للسعوديه اعتقد انه يعني دورها انه تقوم بهذا العمل دورها. اما بالنسبه للخوف، اعتقد انه الملك عبد الله بن عبد العزيز هو يعني كان بادر قبل حتى الثورات باتخاذ قرارات اصلاحيه. منذ سنتين بدا الاصلاح على درجات، وبنعرف انه في امراه صارت وكيله وزاره، وصار في موضوع انتخابات البلديه. لكن دائما كانت الشكوى انه اصلاحات بطيئه جدا، لا يمكن، ويبدو انه هناك مجتمع يرفض هذه الاصلاحات. لا يمكن بالسعوديه تعمل عمليه يعني فوره او قفزه في الهواء. السعوديه لابد منها، انه مثل ما تفضلت في مجموعه كبيره من الشعب السعودي يرفض يعني موضوع المراه، في اشكال عليه. موضوع الانتخابات في اشكال عليه، لكن اليوم في انتخابات بلديه، ثم الملك عبد الله اخذ قرارات اخيرا، استطاع انه يعني موضوع الاسكان، موضوع القروض، موضوع الابتعاث، موضوع الصحه، موضوع كل كثير من القرارات اللي اتخذها فيها استطاع ان ينزع الفتيل. وايضا انه يعني يكون عنده حس وحدس انه يكون في يعني يسبق الاحداث ويتخذ مثل هذه القرارات اللي بعتقد انه كانت الى ترحيب كبير في الشعب السعودي. طبعا الموضوع اليمني ايضا هو موضوع خليجي بامتياز، يعني يخيف المملكة العربية السعودية، يخيف اهل الخليج. كان هناك تقارير تتحدث دائما عن اذا ما انهار النظام السياسي في اليمن تداعياته على منطقة الخليج، كان هناك نصائح دائما باتجاه منطقة الخليج بحل المشكلة الاقتصادية اليمنية او باستخدام العمال اليمنية لحل هذه المشكلة. اليوم اليمن على صفيح ساخن كما يقال، يعيش ايام صعبة ايضا طالما هذا العنوان البرنامج. الى اي حد تشعر انه اليمن مهدد على يعني حسب ما يقول الرئيس علي عبد الله صالح، مهدد بالتقسيم الى 4 دول؟ لا شك انه اليمن هو مقسم فعليا واقعيا من قبل. بتذكر ب 95 صار في ثورة الجنوب وصارت حرب طاحنة، وكانت عملية الوحدة كانت عملية مصطنعة، وفي يعني خلافات جوهرية في من كل على كل المستويات بين الجنوب والشمال. لكن الخطر التقسيم اكيد خطر كبير مهدد اكيد، ونفس الشيء يعني هذه الأنظمة، عملية الفساد، عملية انه بالسلطة 30 و40 سنة، بعملية عدم الانتباه. يعني انا لا اعرف كيف حاكم او مسؤول او وزير او لا يكون عنده حس بانه في مشكلة ببلده وانه ممكن نوصل لهالمرحلة هيدي. ثم العناد من كل الاطراف، من المعارضة ومن الحكم، بانه يعني على طريقة كاسر مزراب العين. ليس هناك تسويات، ليس هناك. أما بالنسبة لموضوع السعودية واليمن، السعودية أيضا اليمن هي خط أحمر للأمن القومي السعودي، لأنه في أكثر من 1 مليون يمني في السعودية. حدود متشابكة في موضوع القاعدة موجودين، وكان لهم يعني تماس مباشر في موضوع حرب الحوثيين أيضا. كان في حرب الحوثيين كان لهم دور، أيضا في عملية الجنوب كان في دور. اليوم السعودية إذا نلاحظ أنه هي جزيرة، شبه جزيرة محاطة بكل حزام من النار. يعني نبدأ من مصر، المشكلة لم تحل بعد. طبعا إسرائيل وفلسطين لا ننسى موضوع، بتنزل على السودان مقسم ومشكلة، بتنزل على الصومال وتلاقي حرب. على الطرف الثاني اليمن، من هناك كما ذكرنا البحرين وموضوع إيران. فلذلك يعني السعودية مستنفرة ولا تستطيع أن يعني تضحي بأي جهد في سبيل نزع فتائل. بس غريب انه الدور السعودي دور مراقب. اولا لم نسمع بوساطه سعوديه في الموضوع البحريني،
اليوم نسمع بوساطة تركية، رغم أنه أحمد أوغلو نفى ذلك، وزير الخارجية التركي نفى وجود وساطة بين البحرين وإيران. لم نسمع بجهد سعودي في اليمن حتى الآن، ليس هناك جهد سعودي، ليس هناك دبلوماسيين سعوديين توجهوا إلى اليمن. غريب يعني، رغم أنه اليمن يعتبر بالنسبة للبحرين السعودية دعت للحوار لما دخلت قوات الرداء، قالت أنه يعني إحنا جئنا ندعم المرافق الحيوية وتحاوروا أنتم، وخاصة أنه البحرين ولي العهد عرض حزمة من الإصلاحات. أنا بعتقد كان على طريقة قزوة طالب نأخذها، لو كانت عملية يعني بس مطالب، لكن بدأ أنه القصة أكبر من هيك. بالنسبة لليمن، أنا حسب ما يعني تابعت، كان في جهد سعودي لعملية المصالحة باليمن، ودخلت في موضوع القبائل وموضوع كثير من أنه يكون في وساطة، لكن لم تكلل بالنجاح بسبب العناد. لكن استطاعت السعودية مع دول الخليج خلال اجتماع مجلس التعاون الخليجي أن تأخذ زمام المباراة وتدعو إلى حوار في السعودية، وطبعا السعودية هي راعيته، لأنه بالنهاية بده يكون في الاتفاق من شقين، اتفاق على التبادل بموضوع الحكم، يعني يكون في انتقال سلمي للسلطة، ويكون في عملية دعم أيضا يمكن 10 مليارات أو أكثر. الكلام الحالي عن إمكانية يعني لا، زي ما أن يأتي اليمنيون إلى السعودية حاليا، ما صار بالخليج بيصير في اليمن، أكيد حيكون في صندوق لدعم اليمن، لأنه اليمن إذا كان متخلي بالأول اقتصاديا، اليوم هلأ صار في عملية إفلاس. لأن الكلام حاليا عن مفاوضات يمنية ستجري في المملكة العربية السعودية. نعم. من أجل موضوع تسليم السلطة وإلى ذلك، يعني هل أولا هذا الموضوع متأخر، ثانيا هل هذا موقف سعودي يختلف عن الموقف الأمريكي في هذا الشأن؟ الموقف الأمريكي مهم أيضا في لا أنا بعتقد أنه هذا الموقف عربي خليجي، لأنه مجلس التعاون الخليجي حيكون السعودية، لكن كمان مجلس التعاون الخليجي مشارك بالموضوع، وحيكون فيه كما ذكرت دفع يعني على الأقل 10 مليارات لنهضة اليمن. بالنسبة لأمريكا وبالنسبة للدول، أنا أعتقد أنه حيرحبوا كتير في عملية الوساطة، لأنه انهيار الحكم وإشاعة فوضى في اليمن هيكون له تأثير كبير على كل العالم وليس فقط على السعودية. ماذا فهمت من تصريحات روبرت غيتس وزير الدفاع اليمني الذي وزير الدفاع الأمريكي الذي قال أنه انهيار النظام السياسي في اليمن سيؤدي إلى صعوبات أكثر لأمنية طبعا لمحاربة القاعدة؟ أكيد. زائد كان هناك شبه ارتباك أمريكي في معالجة الوضع اليمني قبل أن يصرحوا أخيرا أنهم مع رحيل الرئيس علي عبد الله صالح. أكيد في حال انهيار النظام حيكون في قواعد وليس قاعدة واحدة، وحيكون تأثير على باب المندب طريق النفط، وحيكون في تأثير على يعني شفنا بالصومال وعملية القرصنة وعملية كذا، يعني الناس بالنهاية حيكون في مشاكل كثيرة بالنسبة للناحية الأمنية، وأيضا على موضوع السعودية، لأنه السعودية يعني متداخلة مع اليمن، حيكون في مشاكل. وطبعا أمريكا مهتمة بموضوع المنطقة أكثر من غيرها، لأنه هي تعتبر نفسها اليوم القوة الوحيدة اللي مهيمنة على كل المنطقة. من أكيد يلي عم يقوله غيتس 100% صح. أريد أن أسألك بشكل عام، هل الأنظمة السياسية العربية، آلية هذه الأنظمة لا تسمح، يعني ليس هناك أوبشن في هذه الأنظمة أن تصلح نفسك بنفسك، وبالتالي كانت مصر بحاجة إلى ثورة وتونس بحاجة إلى ثورة واليمن، وأيضا الكلام حاليا عن سوريا، هل هذه الأنظمة نظام السوري مثلا أو أي نظام آخر يستطيع أن يقدم اقتراحات إصلاحية؟ يعني منذ قليل قلت أنهم لم يستمعوا وأنهم يعني تأخروا، لكن هل يستطيعون فعلا؟ هل هذا النظام قادر على المشاركة على 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 قبول رأي الآخر؟ يعني بالنسبة لمصر وبالنسبة لتونس وبالنسبة لليمن كما شفنا وليبيا، في عناد كان ورفض الآخر ورفض لعملية أي قبول بمجرد حوار أو مجرد اعتراف بشيء معارض. يعني اسمحنا القذافي بيسميهم جذان وكلاب، يعني ما ممكن أنه تصف شعبك أو جزء منه حتى مواطن، يعني لا يمكن أنا كزعيم أصف مواطن أنه كلب أو جرذ، عرفت؟ يعني في كان عناد وكان في تأخر وكان في تباطؤ، يعني أنا كنت استغرب إنه كيف ممكن كان يطلع القرار بعد شهر أو 10 أيام من المشكلة الأساسية، أو يطلع شيء جزئي. العلاج إما أن يكون كلي أو لا يكون. وأنا بعتقد إنه اليوم في التجربة الليبية قدامنا تجربة كارثية، التجربة اليمنية كارثية، تجربة مصر، تجربة تونس هي
جيدة إلى الآن، ولكن أخشى من المجهول. بالنسبة لموضوع سوريا، موضوع أنا أقول حمى الله سوريا، إنه الله يحمي سوريا، وقلبي على يدي الحقيقة، لأنه الوضع بسوريا مختلف كمان برضو. سوريا فيها كثير من التعقيدات والمشاكل. يضاف إلى ذلك أعتقد إنه الشعب السوري أو حتى الشعوب العربية الباقية أخذ الدرس من ما يجري في العالم العربي وفي ليبيا وفي كذا، يعني في الموضوع حتى موضوع مقال استبق الأحداث، إنه موضوع مقال المقبل الشعب يريد الأمن والأمان. هلأ بالنسبة لموضوع صحيح الشعب يريد الأمن والأمان فقط، يعني هذا لا قبل شعار الأنظمة، قبل كان في تمتعوا بالأمن والأمان، قبل كان في الحرية، الحرية وحقوق الإنسان ومكافحة الفساد. بعد ما جرى في ليبيا، ليبيا يعني أنا بقول لن تنتهي الموضوع إلا ما تدمر. لكن هذا الكلام كان دائما يناقش في سوريا، أننا لا نريد أن يحصل في سوريا ما حصل في العراق، وبالتالي نريد الأمن والأمان. لكن الأحداث الأخيرة أثبتت عكس ذلك، أن حتى الوضع السوري ليس محصنا، وأن نظرية الرئيس بشار الأسد أنه هو دولة ممانعة، وبالتالي هناك كمان هذه النظرية لم تكن. وبالتالي مما تخاف في سوريا، هل نظام السياسي السوري غير قادر على استيعاب وعلى تقديم عزمة إصلاحات بإمكانها تبريد الأجواء؟ ما في دولة عربية تنجو مهما كانت بدون ديمقراطية، حقوق إنسان، وإنهاء عملية يعني ليس فقط الأمن والأمان. أنا عم أقول الأمن والأمان بسبب ما جرى في تونس واليمن، وما جرى للعراق أيضا. يعني أنا بخاف من يدمر بلدي، خاف من هذا الموضوع، من تدخلات الأجنبية، من استفادة إسرائيل مما يجري. لكن أنا برأيي أنه الإصلاح واجب، وإذا لم نسارع إلى الإصلاح وليس جزئيا، يعني ما بيجوز ترقيع، ولا بيجوز المسكنات، ولا بيجوز حبة الأسبرين، لابد من إصلاح شامل وكامل، في تغيير كامل، في عقلية كاملة، وفي قبول الآخر، وفي عملية الحوار، وعملية يعني. وكان سؤالي، هل يعني هذه الأنظمة من خلال يعني معرفتك فيها تستطيع أن تقدم ذلك؟ يعني هل يملكون القدرة على الإصلاح؟ كل إنسان يمتلك مواهب القدرة على الإصلاح، يعني كل إنسان يمتلك القدرة على، إذا كان تفهم الواقع وعاش واعترف. يعني بعلم النفس بيقول لك أول قصة لشفائك هو تقول تعترف أنه عندك مرض. إذا ما اعترفنا بأنه مرض وأنه مؤامرة ومدسوسين وكلاب وجرذان وعملة ومخدرات، أنه شباب آخرين ومهلوسة، وبعدين أنه ناس عم تندس وعصابات، وما ما بيكون في حل. الحل هو تغيير شامل في النظرة، في المعالجة، في الأسلوب، في عدم التفرد، في المشاركة. اليوم لحنا الشعوب العربية عانت 40 سنة من عدم المشاركة. دائما كان بالأول العقدين الأولين كان إنه الدولة صارت بياعة سيجارة وبياعة خبز، والله عن جد يعني، وتبيع وتفتح تعاونيات، والناس وقفوا بالطابور يروحوا يشتروا فرخة ويشتروا كذا، إنه أنا بأملكم كل شيء ما يهمكم، أنتوا عدوا وسكتوا. بعدين لا، ما عاد اللي صار تأمنه وما عاد تأمنه، صار في ناس عم تسرق وفساد منتشر، وبنفس الوقت الشعب عم يتجه نحو الفقر. لذلك لا نجحت الدولة في، يعني أولا استوردوا مبادئ اشتراكية ورأسمالية، فشلت الاشتراكية وفشلت الرأسمالية في عملية الشعب. أيضا يعني اليوم الاتصال الحديث ما عاد فيك تخبي على الناس، يعني اليوم أي إنسان، أنا قاعد هون بعرف شو جاري بالعالم كله. زلزال باليابان شفناه مثل ما هو، يعني كيف جرى وكيف تسونامي وكيف البحر، ما عاد فيك تخبي على الناس. لذلك أنا بقول إنه لابد من الحرية، حقوق الإنسان، ديمقراطية، إصلاح اقتصادي. في الأيام الصعبة التي يعيش العالم العربي، هل رأيك العالم الغربي وخصوصا الولايات المتحدة تعيش أيضا أيام صعبة مما يجري في العالم العربي؟ الأمور كانت منضبطة أكثر، مفهومة أكثر في هذا العالم العربي، هل الولايات المتحدة تشعر أن الأمور أصبحت ضبابية وعليها أن تتعامل مع بدائل غير معروفة؟ يعني أنا بقول أنه معروفة، بعض البدائل معروفة بالنسبة للأمريكان، بيعرفوا لوين رايحين. في يعني أخشى أنا أنه موضوع الفوضى الخلاقة ومشروع الشرق الأوسط الجديد،
لأنه في نظرية بالولايات المتحدة كانت بتقول أنه الأنظمة هذه انتهت، لابد من إيجاد بدائل، بدائل تقف في وجه المتطرفين. والحقيقة التجربة المصرية تجربة خطيرة جدا من هالناحية، وفي كتير تحليلات ودراسات بالولايات المتحدة وفي بريطانيا على هذا الموضوع، أنه التيار الديني فشل في تحقيق أي خطوة إنجاز في الشارع، وحتى القاعدة صارت يعني على طرف بالنسبة لمصر. صار في جيل جديد طلع، جيل شباب، جيل متعلم. وإذا بتلاحظ أنت كان أكثر المشاركين في هذه الثورة كانوا من المتنورين، مثقفين، الدارسين، وأيضا من الطبقة الوسطى اللي هي كانت لحنا نخشى من أنه كانت انقرضت في العالم العربي. إذا بتلاحظ أكثر الوجوه بتلاقيها أنه من الطبقة الوسطى، يمكن في كثير من الفقراء شاركوا فيها لأسباب معيشية، لكن النخبة هي التي قادت. وهذه إذا قدرت، حسب ما قرأت وحسب ما يلي، إذا قدرت توصل إلى نتيجة وتحكم، بعتقد يعني لاحظ الإخوان المسلمين انكفأ دورهم في مصر أكثر من قبل في عهد مبارك أيام القمع، كانوا أقوى من اليوم لا شك. طبعا كل حال الانتخابات المقبلة ستجيبنا عن هذا، لأن هناك من يعتبر أنه الإخوان المسلمين التيار الإسلامي التيار السلفي الذي عادة في مصر لم يكن مشارك في السياسة عاد تنشيط نفسه، خصوصا في موضوع الاستفتاء الأخير، وأن الانتخابات المقبلة في تونس أيضا ستأتي بشيء آخر، اليمن وسوريا وكل. هل لدى الغرب، وهذا سؤالي عن الغرب دائما، لم يعد هناك هاجس اسمه البديل الإسلامي، البديل الإخواني عبر الانتخابات، أم هم ما زالوا محرجين ومتحفظين على هذا الموضوع؟ هلا أنا قلت لك شو هن بفكروا، إنه موضوع إنه بيجيبوا فئة معينة من شباب ومن مثقفين إنه بيكونوا هدول البديل اللي تفضلت فيه. لكن أنا برأيي الشخصي خلال الخبرة وخلال متابعة الأحداث، إنه في مصر القوة الوحيدة المنظمة هي الإخوان المسلمين، وبيجي معهم بيجي بعدين الجماعة الإسلامية وما يسمى بجماعة الجهاد إذا بقيوا. طب رغم إنه كما قلت بالأحداث الأخيرة، لكن في تونس كما تعرف جيدا إنه هي حزب النهضة الإسلامي هو أقوى يمكن بين كل الأحزاب، يمكن ما هو يعني حتى الآن لا نعرف، ننتظر نتائج الانتخابات، ما بيمثل يمكن أكثرية في تونس، لكن هو أقوى فرق، لكن يمثل تيار منظم وخلايا داخلية، ويعني عارف وين رايح. لذلك أخشى ما أخشى أنا أنه بالنهاية إذا صار في صراع بين القوى الثورية، يعني اليوم إذا سمعت أنا بمصر في أكثر من 5-6 أحزاب للشباب، ما عملوا حزب واحد، كتير يعني أحزاب، وفي شيء مع البرادة، وفي شيء مع عمرو موسى، وفي شيء ما بعرف مع مين، وفي شيء مع دعاة إسلاميين دينيين برضو عم شكلوا حزب. لكن بالنهاية إذا صار في صراع بين هذه القوى، أخشى أن تركب الموجة الإخوان في مصر والنهضة في تونس، وبالنهاية بالديمقراطية وبالحكم، وبيقولوا لك الآن إحنا ما بدنا نرشح للرئاسة وما بدنا نستأثر، لكن بالنهاية سيحصلوا على الغالبية وربما يتمكنوا من الحكم. هل في عقل في مصر في هناك الجيش ما زال بإمكانه أن يكون حكم وأن يضع سقف لل لا أعرف في تونس، لا أعرف في اليمن، في دول أخرى كيف سيكون الوضع؟ في مصر بكل أسف الجيش كما ذكرت في البداية بدأ يفقد هيبته، يعني وفي لأنه صاير لكن كان تصريح، يعني التصريح لافت لأحد جنرالات الجيش مؤخرا يقول لن يحكم، لن يكون هناك خميني آخر يحكم مصر، بالتالي هذا تصريح لأول مرة يعني بيأخذ موقف واضح من قضية تقلق الشعب المصري. لكن لاحظ قراراته كلها دائما قرارات ردة فعل على مظاهرات، يعني بيرفض بأول يوم يأخذ قرار، بيطلع مظاهرة ثاني يوم بيأخذ قرار. والجيش هيبة، أنا لا أقول يقمع ولا أقول كذا، لكن يفرض نفسه في الشارع يأخذ قوة. في تونس الوضع مختلف، الوضع الجيش ضعيف، ما كان هو الجيش بمصر هو المعادلة الرئيسية، هو صاحب ولولا الجيش كان اليوم يمكن مصر في حالة يمكن نزاع دموي، يمكن يكون في يعني نهاية مصر لولا الجيش، الجيش هو الحامي. في تونس لا، تونس قوى الأمن، ولذلك أنا أخشى من على تونس أكثر من مصر. أشكرك جزيل الشكر أستاذ عرفان نظام الدين الصحفي والكاتب السياسي، كنا يعني نحاول أن نستكشف هذه الأيام الصعبة في العالم العربي. أشكر لكم حسن الانتباه والمتابعة، إلى اللقاء إن شاء الله.